بين مؤيد ومعارض، الذكاء الاصطناعي يفرض نفسه بقوة على الساحة العالمية، وأصبحت الدول في سباق تكنولوجي لتسخيره والاستفادة منه، ومن ضمن هالدول هي الإمارات. شو الذكاء الاصطناعي؟ ببساطة هو عبارة عن مجموعة من التقنيات والبرمجيات اللي تهدف لجعل الأنظمة الكمبيوترية تنفذ مهام تتطلب عادة العقل البشري مع جهد أقل ووقت أكثر. ولأن الإمارات تسعى لتسخير الذكاء الاصطناعي في تحقيق تقدم تنموي واقتصادي وعملي، نظمت مؤسسة دبي للمستقبل ملتقى الذكاء الاصطناعي برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، وذلك في متحف المستقبل وأبراج الإمارات. هدف الملتقى هو استشراف مستقبل تطبيقات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتعريف الحكومات والمجتمعات بأهمية الاستفادة منه، واستعراض أهم المجالات والقطاعات اللي يمكنها توظيف هذه التكنولوجيا المتطورة لضمان أفضل مستوى لجودة حياة الإنسان. ويتضمن فعاليات الملتقى حوالي 20 جلسة حوارية وكلمة رئيسية و25 جلسة خاصة بمشاركة 70 متحدث من القطاعين الحكومي والخاص ومن داخل دولة الإمارات وخارجها. مع الذكاء الاصطناعي بيكون العالم على استعداد لاستقبال العديد من الفرص، لأنه بيساهم في تحسين حياتنا وتطوير مجتمعاتنا.